اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض مجموعه حلقات لازاي ناكل ولادنا حاجات صحيه في المدرسه، او ممكن نطلق عليها مسمى اللانش بوكس. دلوقتي لما بتدخل المدرسه احنا مش عارفين نحضر اللانش بوكس ازاي لاولادنا، وخصوصا اللي بياخدوا مصروف بيشتروا حاجات من بره، والحاجات دي ممكن تكون مش صحيه. هنبدا الحلقه دي، او الحلقه دي فكرتها هتبقى قايمه على الكريب، حشوات مختلفه من الكريب. طيب نتكلم الاول، قبل ما اتكلم عن الحشوات وعن اي تفاصيل في الحشوات، هنتكلم على عجينه الكريب. الكريب كل كوبايه دقيق ليها بيضه ليها كوبايه لبن، دي حاجه. الكريب من الحاجات انا دايما يعني بخلي كوبايه دقيق قمح كامل، كوبايه دقيق ابيض، ده لو ولادك اصلا مش متعودين على الدقيق الاسمر. طيب لو ولادي متعودين على الدقيق الاسمر، انصح واتمنى انك تحطيه كله اسمر، وعادي جدا، وفي ناس بتحطه، وفي ناس كمان بتستبدل بشوفان. هنا هنحط دقيق ابيض ودقيق اسمر، كل كوبايه ميه ليها بيضه ليها كوبايه دقيق ليها. انا بقى مش بحط لبن، هحط اللبن باودر وبحط مية، فالكوباية الدقيق ليها معلقتين لبن بودرة ليها بضاية ليها ايه تاني، بس كده، بضاية وكوباية مية. ملح، انا حطيت هنا شوية ملح، احط شوية سكر. هي العجينة واحدة، في ناس بتعمل حاجة بس دي انا ما بعملهاش الصراحة. احط هنا بس اللبن 4 معالق لبن بودره. في ناس بتحط فانيليا لو حلوه، وفلفل اسود لو حادقه. انا لا بحط ده ولا بحط ده. مبدئيا الزفاره دي لو حطيتها خل هيضيعها، فانا هستبدل الكلام ده بخل. طيب عشان نعلي القيمه الغذائيه ممكن نعمل ايه؟ انا ساعات بزود بيضه زيت، يعني لو حاطة كوبايتين دقيق ممكن احط بيضة كمان زيادة، اخليهم 3 بيضات كده. احنا مدخلين معليين نسبة البروتين في الكريب، فدي برضو فايدة. لازم طبعا بعد البيض نغسل ايدينا عشان البكتيريا، نمسح هنا. طيب دلوقتي بقى هنجيب الكلام ده هنا ونضرب الكريب. ممكن هنا نضيف حوالي 2 كوباية مية، هعملها كده بالويم كفاية كده، و ماشي، ونبتدي نضرب العجينة. بسم الله. كده محتاجة مية على طول. هنزود مية طبعا، هنحط كوباية دقيق كوباية بيض كوباية مية. تمام كده هنعاير، يعني انا في البيت بعايرة. نسيت حاجة هنا، نسيت رشة الخل، معلقة خل، ومش كبيرة، يعني حاجة مش كبيرة. دلوقتي بقى هنسخن الطاسة واوريكم اول، على حسب الوقت اللي قدامي، احنا معانا وقت قد ايه. طيب قدامنا 7 دقايق، 7 دقايق دول هوريكم وحداية كريب كده، وبعدين ممكن نبتدي اوريكم تكنيك الحشوة ونكمل لما نرجع من الفاصل.
شوية زيت، رشة زيت، بس عايزة الطاسة تسخن، رشة خفيفة خالص يعني مسح، ونديها مسحة بالمنديل. ماشي، مشرميها. ماشي كده خلاص، انا عايزاها بس تسخن، وافضل اني احط حشوة الكريب هنا، عجينة الكريب هنا، وهتنفع بقى في كذا حاجة مش في مدارس بس، يعني تنفع في الشغل لو رايحة الشغل حلوة قوي، بس لو في الشغل بقى يعني لا، حطي دي اسمر كلها افضل يعني، او انصح بكده. بسم الله. طبعا ايه، هنمشي بالراحة خالص. في ناس مشهورة ببوظان اول كريباية دي. تمام كده، هي ما بتاخدش حاجة، يا اهم حاجة بس تبتدي تطلع البقاليل دي من على الجناب، وبالنسبة لي كده خلاص. ممكن اجيب طبق، يعني هي كده خلاص، تقولي اقلبيني بقى. بسم الله، ونخلينا بالراحة عليها خالص، لان هي بتكون رقيقة جدا. تمام اهي. هعد 1 2 3 4 5 وخلاص، اول كريبتاية كده خلاص بالنسبة لي. اللي متعود يحط ملح وفلفل اسود يقسم العجينة دي نصين، ممكن تحطوا الملح والفلفل الاسود يعني اقسموها في بولتين بعد ما تضربيها، رشة ملح هنا، رشة فلفل اسود في العجينة الحادقة، ورشة فانيليا في العجينة الحلوة، عشان بس نختصر الدنيا. هي كده، انا بس ايه، انا محضرة اوريدي عجينة، بس عايزة اوريكم بس الفكرة. متهيألي مفيش حد ما بيعرفش يعمل كريب يعني، بس احنا ايه بنعلم بعض، بنفكر بعض. بس كده، بسم الله. اهم حاجة اقعد بس اسلك من الجنب، بسلك بالراحة. ممكن نعمل حركة، نعمل كده، هي تفك. بس كده اتقطعت، مش مشكلة، ونقلبها الناحية التانية. خلوا بالكم، عايزة اقول لكم حاجة، كل الفلفل الاسمر لما بنعمله بيحتاج شوية يعني صبر، لان هو بيخليها برضو ممكن تفك شوية مننا، فخليكم ايه، خلوا بالكم. وكمان دي انا زودت فيها المية شوية، المفروض اقلل المية عن كده. اظبط كريب في الدنيا لازم يتعاير، يعني انا لحد دلوقتي لازم اعاير العجينه اللي انا عاملاها ومحضراها، انا معايرها اظبط كريب في الدنيا. جيت مره فتره كده كنت بتشطر كده واعمل فيها الشطره واعملها بالويم، كانت بتبوظ مني حتى، لكن احلى كريب في الدنيا الناس كانت تدوقه مني، وهو متعاير بالظبط. في حاجات يعني يعني بتمشي بالكتاب، يعني ليها معايير، ما ينفعش نستخدم فيها الشطار، المعجنات والحاجات دي مخصوص. طيب هنا هنبتدي، ممكن اشيل دي خليها على جنب. طبعا يفضل يفضل ان احنا لما نيجي نعمل الكريب نحط بلاستيك كريب ما بين كل واحده وواحده، لانها هتبوظ مننا، يعني دي حاجه مهمه وخلوا بالكم منها.
طيب عندنا هنا حشوات مختلفة. عندنا جبنة، جبنة قريش، جبنة تشيدر، جبنة جودة قليلة الدسم، جبنة موتزاريلا، جزر مبشور، فلفل ألوان بجميع أشكاله، تونة. وأنا عاملة هنا عجينة من الدقيق والمية بتبقى بالقوام ده، بنقفل بيها الكريباية بعد ما نحشيها. ودي لحمة مفرومة متعصبة وعملناها في حلقات كتير مع بعض، واللي ما حضرش معايا أو أول مرة يتفرج عليا أقول له أنا بعصج اللحمة إزاي. بحط اللحمة على النار بتبقى قليلة الدسم، وبعدين عليها الملح والفلفل والتوابل بتاعتها والبصل. تحبي تحطي توم حطي توم، وقلبي فيها وفلفليها لحد ما تستوي من غير أي مواد دهنية. نحشي أول واحدة. ليه أنا حاطة هنا جبنة؟ الفكرة من الجبنة إن أنا عايزة حاجة تمسك لي الحشوة، تمسك لي قوام الحشوة. الجبنة لما تسيح هتمسك لي الحشوة، فما تفرولش من اللي بياكل. دي حاجة. نحط هنا كده لحمة مفرومة في دي، وممكن بقى نحط حاجة، اي خضار او اي حاجة، وشوية فلفل الوان برضو، رشة جبنة صغيرة تمسك لي دولة، اي نوع جبنة تحبيه، ان شاء الله قريش. دي حاجة اختيارية. بصوا بقى هنقفل كده 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 كده، وناخد من الخليط ده نقفلها من هنا زي السمبوسة، ونلزقها كده، وعلى طول نلم دي ودي. عايزة ألم دي كويس. بسم الله. بس كده أول واحدة عملناها باللحمة المفرومة والخضروات والجبنة. أشوفكم بعد الفاصل نكمل مع بعض، أوريكم هنقدمها لأطفالنا إزاي. استنوا.